نشرت ايه القاهرة 24؟ القاهرة 24 نشرت مكالمات بين صحفيين عندها واصحاب قصة العثور على العمل. واللي تاخد بقى في الرجلين في الموضوع صديقي الكابتن مجدي عبد الغني، وبغض النظر عن ان هو صديقي، الكابتن مجدي عبد الغني دخل في القصة لمجرد ان في قرار 24 الراجل او الست بيقولوا بعفوية، بيقولوا ولقينا العمل جنب الحوش بتاع اهل الكابتن مجدي عبد الغني. اولا احنا معانا الفيديو، هو مش في الحوش ولا حاجة، هو بره الحوش، يعني لقوا في مثلا نوريكم دلوقتي قدام البوابة او بعيد كده. هل ده معناه ان كابتن مجدي عبد الغني راح عمل سحر للمؤمن زكريا؟ يعني معقولة حد يفتكر كده او يفكر كده؟ ليه مثلا كابتن مجدي عبد الغني مثلا يعني جيل غير مؤمن زكريا بجيلين، مثلا كان عايز يلعب كورة مثلا بدل مؤمن زكريا مثلا؟ يعني لو فكرنا ان في حد بيتمنى المرض لكابتن مؤمن زكريا، هيبقى ليه كابتن مجدي عبد الغني؟ يعني ليه؟ ففي الحقيقه انا يعني دخل الحقيقه في قصه مالوش علاقه بيها خالص خالص. ويا كابتن مجدي على فكره اصحاب الشأن طالعين معانا النهارده بيقولوا ان حضرتك مالكش دعوه خالص بالموضوع ده، وان يمكن هي زلت لسان اتخذت يعني في الصحافه اتفهمت غلط او حصل سوء تفاهم، لكن الناس بتقول ان كابتن مجدي عبد الغني مالوش اي علاقه بالموضوع. تعالوا الاول قبل ما اوريكم، اولا احنا الفيديوهات معانا زي ما بقول لكم بتاعه، اتاكدنا يعني من الموضوع ان فعلا كابتن مؤمن اتجه الى هناك وحصل انه كان معاه حد ولكن انا ليس لي الحق لاذاعه هذه الفيديوهات. انا بس عشان بقول احنا شفنا واقعة، الله اعلم الواقعة دي كانت بتخص كابتن مؤمن ولا لا، يعني ممكن يكون كان هو قاعد قاعدة واللي بيحصل ده لا يخصه. لكن انا طالعه النهارده عشان موضوع كابتن مجدي عبد الغني، ان ما ينفعش كابتن مجدي يتحشر اسمه في حاجه حساسه زي كده. تعالوا الاول نسمع القاهره 24 التربي اللي لقى. اولا لا، تعالوا قبل القاهره 24 تعالوا نتفرج على الفيديو 13 ثانيه كده وهم بيلاقوا العمل. الاول شيل الصبارة بس دلوقتي كده مش هنزرعها الوقت. لا لا حبيبي، كابتن مجدي عبد الغني بتاع الكرة بتاع النادي الاهلي. انزل كده قعد كده، تعالى صور. تعالى صور ايه ده؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. سم منه لله يا اخي اللي بيأذي الناس يا اخي، منه لله. في صور ايه؟ صور. الحق مين ده؟ استنى ايه ده؟ الحق ده مؤمن زكريا. الحق ده مؤمن زكريا. الحق ده مؤمن زكريا. طبعا ايه ده؟ الحق ده مؤمن زكريا، دي مش اللحظه اللي هم لقوا فيها العمل، يعني هو ممكن اللي هو حكاه ان هم لقوه وبعدين فكروا يعملوا الفيديو. لكن هو ده الشكل، ورينا الحاجة اللي لقوها، هو ده الشكل، عيدوا لنا الفيديو معلش مرة تانية، هو ده الحاجة اللي لقوها. تعالوا نشوف مع بعض تاني. حاجة تانية ولا ايه؟ مش عارف. استنى لما تبدأ الأول. شيل الصبارة بس دلوقتي كده. مش هنزرعها الوقت. لا لا حبيبي، كابتن مجدي عبد الغني. بتاع الكرة بتاع النادي الأهلي. انزل كده قعد كده، تعالى صور. تعالى صور ايه ده؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. سم منه لله يا اخي اللي بيأذي الناس يا اخي، منه لله. في صور ايه؟ صور. الحق مين ده؟ استنى ايه ده؟ الحق ده مؤمن زكريا. الحق ده مؤمن زكريا. الحق ده مؤمن زكريا. انا بالنسبه لي
الفيديو ده مش حقيقي، يعني دي مش اللحظة اللي لقوا فيها الحكاية، لان معلش انت بتعمل الصبار عرفت منين ان في حاجة مدفونة عشان كده طلعت الكاميرا تصور؟ ايه الحق ده مؤمن زكريا قبل ما يفتح الصورة؟ لا هم لقوه، لو كانوا لقوه يعني لقوه وبعدين قرروا يعملوا الفيديو اكنهم لسه بيلاقوه.